السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرح اليوم بإذن الله موديول 2 من المادة بعنوان الكمبيوتر هاردوير. أول مصطلح معنا هو تعريف الكمبيوتر. الكمبيوتر سيستم بيشمل حاجتين اتنين اللي هم الهاردوير والسوفتوير. الهاردوير وهي المكونات الصلبة زي الهارد ديسك والميموري والسي بي يو والمذر بورد. أما السوفتوير أو البرامج فبتشمل الأوبريتنج سيستم والبرامج بتاعتك زي الألعاب أو برامج الوورد والإكسل. كل من الهاردوير والسوفتوير بيلعب دور مميز وأساسي في تشغيل جهاز الكمبيوتر. ما ينفعش إن أنا أشغل الكمبيوتر من غير الهاردوير أو من غير السوفتوير. طيب إيه هي الكمبيوتر كومبوننت أو مكونات الكمبيوتر؟ قلنا عندنا حاجتين، الهاردوير والسوفتوير. الهاردوير هي المكونات الصلبة أو الفيزيكال انفراستراكشر اللازمة لتشغيل الكمبيوتر، زي ما قلنا الهارد ديسك والسي بي يو والميموري والسكرين مثلا. أما السوفتوير أو البرامج فالمفروض إن هي عبارة عن الانستراكشنز أو الأوامر اللي بتنفذ عمليات معينة على الهاردوير. يعني انت عايز الطبعة تطبع، فالمفروض ان انت بتستخدم امر برينت. امر برينت ده هو عبارة عن سوفتوير بيخليك تتعامل مع الهاردوير. يبقى الهاردوير ممكن نقول ان هو البادي او جسم الكمبيوتر، اما السوفتوير فهو السول او عقل الكمبيوتر، ولازم الاتنين يكونوا موجودين علشان الكمبيوتر يشتغل بصورة سليمة. بالنسبة للكمبيوتر هاردوير هي الفيزيكال كومبوننت أو المكونات الصلبة في جهاز الكمبيوتر، واللي بتشمل المذر بورد أو اللوحة الأم اللي بيكون عليها كارت الصوت والشاشة والميموري والسي بي يو. كمان بتشمل الباور سبلاي يونت أو الـ PSU اللي أنا بستخدمه علشان أوصل الباور للكمبيوتر، وعندي كمان الـ CPU أو وحدة المعالجة المركزية أو اختصاراً البروسيسور، وده عقل الكمبيوتر اللي بينفذ كل العمليات اللي أنا بطلبها منه. عندي كمان الميموري سواء الرام أو الروم، ودي بيوضع فيها البيانات اللي بينفذها أو اللي بيحتاجها البروسيسور علشان ينفذ البرامج بتاعتي. أما الـ Storage Devices دي بنخزن عليها الملفات زي الهارد ديسك والسي دي روم وغيرها من وحدات التخزين، بالإضافة للـ Graphic Processing Unit أو وحدة معالجة الرسوم، ودي بتستخدم مع الألعاب وما شابه. وأخيرا عندك الـ Input والـ Output Devices أو وحدات الإدخال والإخراج. الإنبوت زي الكيبورد والماوس، أما الأوتبوت زي البرينتر وزي السكرين وغيرها من الأجهزة. كل الحاجات دي هندرسها بالتفصيل. أول حاجة عندي المذر بورد أو اللوحة الأم. ده شكل المذر بورد اللي بتكون موجودة جوه جهازك، والشكل ده خاص بالكمبيوتر المكتبي. الشكل ده ممكن يتغير من ماركة إلى أخرى ومن جهاز إلى جهاز آخر. يبقى المذر بورد بتعرف بيه المين بورد أو اللوحة الأساسية، أو السيستم بورد لوحة النظام، أو اللوجيك بورد. التلات مسميات هم نفسهم المذر بورد. كلمة لوجيك بورد في حالة أجهزة أبل وفقط. المذر بورد بتمثل الدائرة الرئيسية اللي بتوضع عليها مكونات الجهاز، ودي عبارة عن الباك بون أو العمود الفقري اللي بيربط كل المكونات مع بعضها وبيسمح بعملية التواصل ما بين المكونات وبعضها. يعني مثلا عندك هنا البروسيسور أو المعالج، عندك هنا الرامات، عندك هنا كارت الصوت والشاشة والكلام ده، عندك هنا الأماكن اللي بتوصل عليها الكيبورد والماوس والشاشة. فمين اللي بيتحكم فيهم كلهم؟
هو البروسيسور، وعملية نقل البيانات ما بين العناصر دي وبعضها بتتم عن طريق البص. البصة بتستخدم لنقل البيانات وأوامر التحكم ما بين العناصر وبعضها. كلمة بص يعني مسار، اللي هي الخطوط الذهبية دي. طيب المذر بورد بتحتوي على مجموعة من العناصر، منها السي بي يو أو وحدة المعالجة المركزية. السي بي يو بيركب على ما يعرف بالسي بي يو سوكت، اللي هو الجزء ده. يبقى السي بي يو سوكت هو المكان اللي بيركب عليه السي بي يو أو وحدة المعالجة المركزية. السوكت ده بيختلف تبعا لنوع السي بي يو اركيتكشر، يعني والله في أجهزة الانتل هتلاقي له شكل، في أجهزة الاي ام دي شكل تاني، في أجهزة الابل شكل تالت، وهكذا. في عندي كمان الرام سلوت. كلمة سلوت يعني مجرى، فالمفروض ان احنا هنركب الميموري بتاعتنا. هنركبها فين؟ في الاماكن دي، دي بيسموها الرام سلوت. يبقى بنضع الميموري او الرام موديول جوه السلوت. عددها بيختلف تبعا لنوع المذر بورد وامكانياتها. كمان عندي البايوس او اليو اي اف اي شيب. باختصار البايوس ده هو عبارة عن الاعدادات الخاصة بجهازك، يعني انت اول ما بتشغل الجهاز المفروض انه بيتعرف على الهاردوير اللي موجود عندك، يعني يقول لك والله انت عندك سي بي يو سرعتها كذا، عندك رامات حجمها كذا، عندك كارت الشاشة سرعته كذا، عندك ميموري حجمها كذا، الهارد ديسك اللي راكب حجمه كذا. المعلومات دي كلها بتتخزن في مكان اسمه البايوز، وبيتم حفظها علشان ما نقعدش ندخلها كل مرة عن طريق بطارية. فالبايوز أو الـ UEFI شيب بتحتوي على ما يعرف باسم الـ Basic Input Output System. البايوز الجيل الجديد منه اسمه UEFI. طيب البايوز اختصار Basic Input Output System. كمان البايوز من أهم الحاجات اللي بيحتويها، بيحتوي على برنامج صغير هدفه تحميل الأوبريتنج سيستم من الهارد ديسك ونقله في الميموري. أي حاجة علشان تشغلها في الكمبيوتر لازم تتنقل في الميموري. هتقول لي طب الفيلم ما هو موجود على الهارد ديسك، ما هو لحظة تشغيل الفيلم لازم ينقل الجزء اللي شغال من الهارد ديسك، ينقل لمين؟ للميموري، علشان المعالج يقدر يتعامل معه. يبقى تاني عندنا حاجة اسمها بايوس، وعندنا الجيل الجديد منها اسمها EUFI أو اختصار Unified Extensible Firmware Interface. طب دي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على إعدادات الكمبيوتر وخواصه بحيث ان انت ما تدخلهاش كل مرة، وكمان بتحتوي على فيرموير، يعني نوع من البرامج بنستخدمه علشان نعمل initialize للهاردوير خلال عملية البوتينج بروسيس. سواء البايوس أو الـ UEFI بتبقى عبارة عن شريحة موجودة على المذربورد. بعد كده بيتكلم عن الـ expansion slot أو ما تعرف باسم كروت التوسعة. يعني إيه كروت التوسعة؟ إحنا بيبقى عندنا حاجة اسمها كارت صوت، وعندنا حاجة اسمها كارت شاشة وكارت شبكة. سليم. فالكروت دي بتركب جوه الكمبيوتر فيما تعرف باسم الـ expansion slot. يبقى الـ expansion slot ممكن تكون PCI أو ممكن تكون PCI Express. هتلاحظوا هنا المذر بورد مكتوب هنا PCI E ودي حجمها صغير، إنما هنا مثلا PCI حجمها أكبر. الـ PCI زي ما قلنا هي عبارة عن أماكن بتوضع فيها الكروت بتاعتنا، زي كارت الشاشة أو الجرافيك كارد، وكارت الصوت الساوند كارد، والنتورك كارد. نيجي بعد كده للإنبوت أوتبوت بانل.
اللي هي الجزئية اللي بيكون موجود فيها البورتات أو المنافذ اللي هتوصل ما بين الأجهزة الخارجية والكمبيوتر. يعني إيه؟ مش أنت عندك كيبورد؟ الكيبورد دي هيطلع منها سلك، السلك ده USB، المفروض إنه هيركب جوه USB بورت. عندك مثلا هارد ديسك خارجي، يبقى هيركب برضه جوه USB، وهكذا. البورتات دي موجودة في مكان اسمه Input Output Panel. خلي بالكم احنا معظم كلامنا على الكمبيوتر المكتبي، لكن بينطبق نفس الكلام على الكمبيوتر المحمول. يبقى دلوقت الـ Input Output Panel، ودي بتحتوي على مجموعة من البورتات أو المنافذ اللي هي بتوصل ما بين وحدات الإخراج والإدخال وما بين الكمبيوتر العادي. فممكن تشمل الـ USB بورت والأوديو جاك اللي هي بتاعة الصوت، سواء الميكروفون أو السبيكر واللاين إن، وكمان عندك الإيثرنت بورت اللي هو البورت الخاص بكابل الشبكة. والأجهزة القديمة كان بيبقى فيها PS2، دي الكيبورد والماوس القديمة، ودي انتهى عصرها من زمان، اللي هي موضحة بالشكل الأزرق والأصفر ده. فبيقول هنا إن أنت عندك أنواع مختلفة من الكمبيوتر بورت، كل واحد منهم بينفذ وظيفة معينة. عندي كمان حاجة اسمها سيريال بورت، وعندي حاجة اسمها البارلل بورت. سيريال يعني معنى كده إنه هينقل البيانات بت باي بت بت باي بت، ده نوع بطيء. أما النوع التاني وهو البارلل بورت، فبينقل البيانات مثلا 8 بت في المرة الواحدة، ده نوع سريع. السيريال بورت ده كانوا بيستخدموه مع الماوس زمان، أما البارلل فكانوا بيستخدموه مع البريمتر. طبعا الاتنين دول اختفوا، ظهر بدلهم اللي هو الـ USB بأجياله. هنا بيتكلم تاني عن السيريال بورت وبيتكلم عن البارلل بورت. السيريال بورت بنستخدمه علشان نبعت الداتا بتاعتي بت باي بت بت باي بت، وكان بيستخدم مع المودم ومع البرينترز. المودم ده يا جماعة زمان أيام الدايل أب، قبل ظهور الـ DSL والفايبر والكلام ده، كنا بندخل عن طريق أجهزة مودم، فالمودم كان بيبقى موجود جوه الكمبيوتر وكنا بنوصله بالسيريال بورت اللي هو الشكل ده. أما البارلل بورت فبيستخدم للبيانات بصورة أكبر، يعني تلاحظوا إنه هينقل كام؟ هينقل 8 بت في المرة الواحدة، يبقى هو أسرع من السيريال بورت وبيستخدم لتوصيل البرينتر. ممكن تلاقي برينتر قديمة شغالة بيه. نيجي بعد كده على السي موصة أو الكومبليمنتري ميتال أوكسايد سيمي كوندكتور. السي موصة دي هي عبارة عن ميموري صغيرة بيكون موجود فيها البايوس بتاعك. شو احنا قلنا انه كان في حاجة اسمها بايوس، والنوع الجديد بتاعها اللي هو الـ UEFI. الإعدادات بتاعت البايوس متخزنة على شريحة معينة اللي هي بيكون في CMOS chip. يبقى كلمة CMOS اختصار Complementary Metal Oxide Semiconductor، ميموري صغيرة بتوضع على المذر بورد وبيتخزن فيها إعدادات البايوس، ودي بتشمل السيستم تايم اللي هو الوقت والتاريخ والهاردوير كونفيجريشن. في بعض الأحيان تلاقي الجهاز بتاعك بيخرف، يعني إيه؟ تلاقي النهاردة مثلا تدخل على الجهاز يديك تاريخ، في اليوم اللي بعده يديك تاريخ تاني مختلف تماما، أو لما تعيد تشغيله يديك تاريخ مختلف. تيجي تشغل الجهاز يقولك والله ده استنى، ده أنا عايز أحسب الميموري عندك كام، ده أنا مش عارف الهارد ديسك دوت نوعه إيه، لأن البطارية بتاعتك بدأت تضعف. يبقى المعلومات اللي موجودة في البايوز والـ UEFI بيتم الحفاظ عليها باستخدام بطارية. ليه؟ علشان لو طفيت الكمبيوتر ما يقعدش يسألك والله انت عندك هارد ديسك نوع ايه، ويبدأ يتعرف على مكونات الجهاز من أول وجديد. يبقى باختصار عندنا البايوز والـ UEFI هنخزن المعلومات اللي فيهم على شريحة معينة، والشريحة دي بتوصل لها الطاقة عن طريق بطارية، بحيث ان المحتوى بتاعها مش متأثر ببطارية الكمبيوتر
ولو قفلت الكمبيوتر هيفضل موجود. نيجي بعد كده للباور سبلاي. الباور سبلاي اللي هو منفذ الطاقة اللي بيدخل الباور لمكونات الكمبيوتر. احنا عندنا ماذر بورد، وعندنا والله هنا الباور سبلاي، وعندنا هنا سلك الكهرباء اللي بيدخل من البيت. لازم نعرف ان الكهرباء اللي جاية من شركة الكهرباء بنسميها AC او Alternating Current، يعني تيار متردد. يعني ايه تيار متردد؟ التيار المتردد ده ما يقصد بيه انه تيار متغير الشدة والاتجاه. تلاقي مثلا الجزء اللي فوق ده بالموجب والجزء اللي تحت بالسالب، فوق موجب تحت بالسالب. فالتيار المتردد ده مقدرش استخدمه مع جهاز الكمبيوتر. ليه؟ لأن جهاز الكمبيوتر بيستخدم الـ DC أو التيار المستمر. طيب نحول إزاي من الـ AC للـ DC؟ عن طريق الـ Power Supply بتاعنا. يبقى الكهرباء اللي جاية من شركة الكهرباء اسمها AC، هندخلها بسلك على الـ Power Supply، وبعدين الـ Power Supply هيحولها إلى DC، وتوصل الكهرباء بقى لمكونات المذر بورد المختلفة. يبقى الباور سبلاي يونت هي عبارة عن essential component، مكون أساسي من جهاز الكمبيوتر، بتوفر لي الطاقة الكهربية لكل المكونات الداخلية، وبتحول التيار الكهربي من AC تيار متردد إلى تيار مستمر اللي هو DC المناسب للأجهزة اللي عندي. دايركت كارنت يعني تيار ثابت الشدة والاتجاه، شايف هنا كام؟ 5 فولت، لا بيعلى ولا بيوطى. نيجي بعد كده لمين؟ لوحدة المعالجة المركزية أو Central Processing Unit أو ما تعرف بالبروسيسور، ودي المفروض إن هي عقل الكمبيوتر. دي اللي بتنفذ الانستراكشنز أو الأوامر الخاصة بالبرامج، وبتنفذ العمليات الحسابية زي الجمع والطرح والضرب والقسمة والأسس، وبتنفذ العمليات المنطقية أو اللوجيكال يعني عمليات المقارنة، الحاجات نحدد أكبر من وأقل من أو بتساوي، بالإضافة لعمليات إدخال وإخراج البيانات. إيه هي مكونات CPU؟ تقريبا 3 أو 4 مكونات. أول مكون عندي هو الأريثمتيك لوجيك يونت أو وحدة الحساب والمنطق، والوحدة دي مسؤولة عن العمليات الحسابية أو الأريثمتيك زي ما قلنا جمع وطرح وضرب وقسمة وغيرها، والعمليات المنطقية اللي هي الأند والأور والناند. دي اللي هيخشوا كمبيوتر ساينس هيدرسوا الدوائر المنطقية دي. كمان عندنا الكنترول يونت أو وحدة التحكم. هو الكمبيوتر المفروض أنه فيه بروسيسور، والبروسيسور ده هو العقل يعني المسيطر على كل المكونات اللي في الجهاز، وبالأدق وحدة التحكم. فوحدة التحكم دي مثلا تقول لكارت الشاشة اعرض للبيانات دي على الشاشة، لا هات لي البيانات اللي موجودة في الهارد ديسك واعمل لها بروسيسنج وروح اطبعها. يبقى الكنترول يونت هي اللي تتحكم في كل الأوبريشنز أو العمليات الخاصة بالمعالج، بما تشمل إحضار وفك ترميز وتنفيذ الأوامر. في عندي كمان حاجة اسمها الريجسترز. الريجستر هي عبارة عن ذاكرة مؤقتة صغيرة جدا بتكون موجودة جوه البروسيسور. ليه ذاكرة؟ لأنه أنت لما بتيجي تقرأ أي صفحة مثلا أو أي معلومة المفروض إنها تتنقل في الميموري عندك علشان العقل يقدر يعمل لها بروسيسنج. فالريجستر دي بيوضع فيها البيانات والأوامر اللي بيستخدمها البروسيسور بصورة عاجلة. يبقى بتمتاز بكون إنها صغيرة وسريعة جدا موجودة جوه CPU، بتحتوي على الداتا اللي البروسيسور بيعمل لها بروسيسنج حاليا. كمان عندنا الكاش ميموري. الريجستر حجمها صغير، طب انا عايز يبقى عندي ميموري اكبر شوية،
هضع فيها الداتا اللي أنا بتعامل معاها. أنا مش عايز يبقى عندي إمكانية إن أنا أقرأ سطر واحد، لا أنا عايز أقرأ صفحة، فهنستخدم الكاش ميموري. الكاش ميموري هي هاي سبيد، سرعة عالية، فولاتايل ميموري يعني تفقد محتوياتها عند انقطاع التيار الكهربي. ما هو لما أنت أو البروسيسور بيكون شغال على برنامج وتطفي الجهاز، الداتا اللي موجودة في الكاش ميموري زي الرام بالظبط هتختفي. طيب الكاش ميموري وظيفتها ايه؟ برضو بتوفر لي الداتا اللي بيحتاجها البروسيسور بسرعة عالية. الكاش ميموري بتنقسم لأنواع L1 و L2 وفي بعض الأحيان L3، وده بيعتمد على CPU Architecture أو نوع البروسيسور. في أنواع من الكاش ميموري بتكون جوه البروسيسور، وفي أنواع منها بتكون موجودة على المذر بورد. برضو ده بيرجع لي اللي هي الـ CPU Architecture أو نوع البروسيسور بتاعك. يبقى هنا وحدة المعالجة المركزية مكوناتها الـ Arithmetic Logic Unit أو وحدة الحساب والمنطق، والـ Control Unit اللي هي وحدة التحكم، والـ Memory Unit. يعني ممكن يكون قصده هنا هي الكاش ميموري، لأن الميموري دي حاجة منفصلة. وبعدين عندك هنا الريجسترز اللي هي ميموري صغيرة جدا، والكاش ميموري غالبا ميموري يونت دي مكانها كده غلط. طيب السي بي يو، لما تيجي تختار السي بي يو في عندك مجموعة من الفاكتورز أو العوامل اللي لازم تراعيها، منها السي بي يو كلوك، سرعة المعالج بتاعك، يعني عدد الأوامر اللي يقدر ينفذها في المرة الواحدة. وكمان عندك الـ Number of Cores، يعني والله في أجهزة Quad Core، في حاجة اسمها Dual Core، يعني شريحة البروسيسور نفسها بتحتوي على بروسيسورز داخلية، ففي نوع منها بيحتوي على 2 وفي نوع منها بيحتوي على 4، وكل حاجة ليها سعرها. كمان حجم الكاش، في أنواع منها L1 بس، في أنواع L1 وL2، وفي أنواع L3. إحنا دلوقتي مهمتنا عايزين نختار السي بي يو. فأول بند عندي هو السي بي يو كلوك، اللي هو عدد السايكلز بير سكند اللي يقدر البروسيسور يشتغل بيها. يعني إيه؟ أنت مثلا تيجي تقول لي ده البروسيسور بتاعي سرعته 2 جيجا هرتز. الجيجا اللي هي المفروض ان هي بليون، يعني البروسيسور بتاعك يقدر ينفذ 2 بليون سايكل في الثانية الواحدة. طيب يعني كم امر؟ ما اقدرش احدد والله، الامر ممكن يكون بياخد 10 سايكل 20 سايكل على حسب الاوامر مختلفة. يبقى لما نيجي نتكلم على سرعة الكمبيوتر فاحنا بنتكلم على عدد السايكل في الثانية اللي البروسيسور يقدر يشتغل بيها، وبتقاس غالبا بالجيجا هرتز. النقطة الثانية هي المالتي كور سي بي يو، يعني وحدات المعالجة المركزية متعددة الأنوية، هي تسميتها بالعربي كده. يبقى أنت عندك هنا معالج أو المايكرو بروسيسور وبيحتوي على مجموعة من الكورز الداخلية، فبيقول هي عبارة عن مايكرو بروسيسور موجود على سنجل انتجريتد سيركت، دايرة أو شريحة متكاملة، فيه مجموعة من السي بي يو بتحتوي على 2 من الكورز اللي هي اسمها دول كور. دول يعني ثنائي، فلو البروسيسور بتاعك دول كور يبقى هو بيحتوي على 2 من الكور، لو هو كواد يعني رباعي يبقى بيحتوي على 4 من الكور، كأنهم 4 معالجات في بعض بيستخدموا نفس الريسورسز، فتلاقي السرعات بتتضاعف. في كمان عندك 6 اللي هو هيكسا، يبقى انت هيكون عندك 6 معالجات مرة واحدة، وده بيسمح بزيادة البرفورمانس والمالتي تاسكينج كابابيليتي، يبقى هيزود أداء الكمبيوتر بتاعك في التعامل مع الألعاب مثلا، في التعامل مع برامج النشر المكتبي، في التعامل مع اللي هي برامج تحرير الفيديو وغيرها، بالإضافة للمالتي تاسكينج.
كمان من أهم العناصر اللي تراعيها لما تشتري CPU الكاش سايز. يجي يقول لك ده البروسيسور ده الكاش بتاعته 2 ميجا، لا ده في بروسيسور تحت تاني الكاش بتاعته 8 ميجا، اللي هو 8 ميجا ده أفضل بكتير جدا من 2 ميجا. كلامي هنا عن الكاش ميموري، وخلي بالكم الكاش ميموري لأنها صغيرة بتنقاس بالميجا بايت، إنما الرام بتنقاس بالجيجا بايت. يعني مثلا أنا عندي الكمبيوتر والله فيه 20 جيجا بايت رام، لكن الكاش ميموري بتاعت 2 ميجا بايت، حاجة صغيرة جدا. يبقى السي بي يو كاش سايز هو كمية الهاي سبيد ميموري اللي هي الكاش ميموري اللي موجودة جوه السي بي يو، وقلنا بتستخدم علشان يتم تخزين الداتا والانستراكشن فيها اللي بيحتاجها السي بي يو. خلينا اوضح لكم النقطة دي، احنا عندنا هنا السي بي يو، وعندنا هنا الكاش ميموري، وعندنا هنا الميموري، وده السي بي يو. فالمفروض ان السي بي يو بينفذ امر، طيب ايه الاسهل له؟ ان هو يروح يدور في الميموري الكبيرة جدا على الحاجة اللي مطلوبة، ولا انه يكون عنده كاش ميموري صغيرة بيوضع فيها الاوامر والداتا اللي بيتكرر استخدامها؟ اهو السي بي يو بيروح يدور على المعلومة اللي هو عايزها في الكاش ميموري الصغيرة والسريعة، ولو ما لقاهاش يروح يدور في الميموري الكبيرة.